متابعي هو يبرس، مرحبا بكم في حوار جديد مع ضيف جديد. ضيفنا في هذا الحوار إعلامي وناشط حقوقي وشاعر أمازيغي وفاعل سياسي، انخرط في مرحلة من حياته في الشبيبة الاتحادية وحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو المؤسس لرابطة الصحفيين المغاربة ومنسق رابطة أمازيغ من أجل فلسطين. اشتهر ضيفنا في الساحة الوطنية بمناهضته الشديدة لمشروع التطبيع ولكل من يخدم المشروع الصهيوني أو الصياني كما يحب هو أن يسميهم، كما عرف عنه معاداته الشديدة لكل من يسعى إلى تفريق المجتمع على أساس العرق. أعزائي المتابعين، لا أطيل عليكم، فضيفنا في هذا الحوار هو الدكتور أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع. أستاذ أحمد ويحمان، بصفتكم فاعل أمازيغي وشاعر أمازيغي أيضا، من يحتكر القضية الأمازيغية في المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد الأعظم للثورة الأعظم، على البغي والطغيان والظلم والعدوان، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أشكركم على الاستضافة، ونتمنى لمجهوداتكم التوفيق. أما بالنسبة للسؤال، فالأمازيغية هو مكون من مكون هويتنا، لكن من يمثل الأمازيغ الآن، من يمثل أمازيغا، يعني لا تعطاه الفرصة بأن يتحدث، فضلا عن أنه لم يطرح المشكل لكي نقف عن خريطة الرأي في كل القضايا المطروحة، وفيها ومنها القضية الأمازيغية. هناك كمشة من الناس يتم النفخ فيهم إعلاميا، والإعلام كما تعلمون يعني محتكر من قبل الأوساط إياها، نموذج القناة الثانية التي يمولها الشعب المغربي بضرائبه، ولكن تديرها يعني دوائر مرتبطة بالكيان الصهيوني، وهذا موثق وليس مجرد كلام عام أو استنتاجات، وإنما هو معطيات مدققة وموثقة. هذه القناة مثلا هي بوق للبروباغاندا الصهيونية، وممكن أن نعرج على أمثلة على ما نقول، وقس على ذلك منابر ومواقع أخرى وجرائد أخرى لها ارتباطات بالكيان الصهيوني وبأجهزته وبالموساد كأخبث جهاز استخباري في العالم. وإذا كان يعني في الدول الأخرى يبذل جهد واستثمار و يعني يتم استقدام الخبراء للكشف عن العملاء، ففي المغرب يكشفون عن أنفسهم وبأوجههم ويفتخرون بذلك. وفي هذا السياق يقول رئيس المخابرات السابق عمو سيادلين الصهيوني، يعني رئيس المخابرات رقم واحد في صنع القرار الاستخباري، ليس ضابطا او ضابط سامي في الكيان الصهيوني، ضابط يعني الرئيس السابق، وهو الان مدير مركز دراسات، يعني الصف الاول في صنع القرار الصهيوني وليس اي واحد. يقول ما يلي، يقول وهو يتبجح ويقدم حصيلة عمله وإنجازاته على رأس هذا الجهاز، فيقول بأننا أنهينا مهمتنا في إرساء شبكة عملائنا في تونس والجزائر ولا سيما في المغرب، جاهزة للتأثير والتخريب في أي لحظة، جاهزة للتأثير والتخريب في أي لحظة. ونلاحظ أن عددا من هؤلاء النشطاء الذين يقدمون أنفسهم بأنهم
يخدمون الثقافة الأمازيغية والتاريخ الأمازيغي والهوية الأمازيغية هم أعضاء في هذه الشبكة ويعلنون عنها ويصورون أنفسهم في ملصقات لتنظيم دورات ثقافية في معهد موشي ديان لدراسة الشرق الأوسط. يعني معذرة على المقاطعة دكتور وحمان، لماذا دائما يتم ربط القضية الأمازيغية بالعلمانية أو بالمشروع الصهيوني الامتداد على المستوى العربي؟ سنة 1983 وكنا طلبة شباب في بداية شبابنا، أتذكر أنني حضرت لمنتدى الفكر والحوار في أجدال في قاعة علا الفاسي، وحضرها يعني مفكرين وزعماء سياسيين مختلف في الاجتهادات الفكرية والسياسية، من يساريين شيوعيين قوميين يعني المستقلين، يعني من الحجم الكبير. وكانت هناك ودمت الندوة 3 أيام، وأعطيت الكلمة الأولى في الجلسة الافتتاحية لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني المرحوم الشيخ عبد الحميد السيح، كان رجلا مسنا، وقال كلاما لم يعجبنا حينها واحتججنا عليه كشباب يساري أمازيغ، لكن اعتبرناه استفزازا. لكن ماذا سيحصل فيما بعد؟ ماذا قال الشيخ السيح؟ قال بأنني قرأت مؤخرا كتابا لصهيونيين فرنسيين أهداه لي المؤرخ التونسي محمد الحبيب الجنحاني، وكان حاضرا هو الآخر الجنحاني شفاه الله، مؤداه أن الصهيونية أن المشروع الصهيوني أنهى شقه المرتبط بالمشرق العربي، وهو بصدد استحقاقه الآخر في المغرب العربي، وذلك باستغلال العنصر الأمازيغي هناك. 1983 هذا كلا. القول. فاحتججنا، وأتذكر أن محمد موعدة زعيم الاشتراكي التونسي هو الذي صالحنا وتجاوزنا الموضوع. لكن ما هي إلا بضع سنوات حتى بدأنا نقف على ما حذر منه الشيخ عبد الحميد السيح، والكلام يطول، لكن منذ حينها كان يستر انتباهنا عمل هنا محاولة هناك. ثم اكتشفنا أن الأمر جدي للغاية، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نواكب هذه المصيبة المركبة التي تحضر للمغرب العربي بكل أقطاره، وهو أمر لا يختلف في شيء عما يجري في المشرق العربي الآن من دمار وقتل واقتتال ونشر للفتن والاحتراب الداخلي على أسس مذهبية أو عرقية أو سياسية. المهم عندهم هو أن تسود الفتنة أو ما يسمونه الفوضى الخلاقة، ولذلك يحاولون أن يجعلوا من التنوع الثقافي الذي خصب الهوية المغربية على مدى قرون تناقضات رئيسية يتم تفخيخها لصنع للتقدم في الفوضى الخلاقة، تمهيدا لإفشال دولنا وتسهيل تقسيمها، كما رأينا في العراق ونرى في سوريا وفي اليمن وفي السودان الذي أصبح سودانين في انتظار أن يقسموه إلى 4. وهذه الأمور الآن للأسف الشديد أن الإخوة معظم الناس يسقطون فريسة هذا المخطط الرهيب الذي ينذر بخطر ماحق في المغرب العربي لا يختلف شيء، لا يقل عما يجري في المشرق. والآن يعني هذا كله معروف، لأنه غزو العراق لم يتم سنة 2003، وإنما صودق عليه سنة 1983 في الكونغرس الأمريكي. وسنة 2003 كنا في المؤتمر الدولي ضد الحرب في مدريد،
وحضره قادة سياسيون ووزراء سابقون في أمريكا وفي أوروبا ومفكر من مختلف الاجتهادات إلى آخره، وافتتح في مقر أوختي المقر المركزية النقابية، وكان سيفتتحه رئيس الجزائر المرحوم أحمد بن بلة لكنه عكا صحي حالة دون ذلك، وكذلك نيلسون مانديلا في آخر لحظة أصابته أنفلونزا حادة. فافتتح هذا المؤتمر الدولي محمد الفقيه البصري الناطق الرسمي باسم المقاومة وجيش التحرير المعروف الذي حكم بالإعدام عدة مرات في الاستعمار وفي الاستقلال. فهناك كان نقاش بيننا وبين باحثة أمريكية من أصول هندية، طرحت عليها السؤال وكانت الترجمة الفورية لجميع اللغات، طرحت عليها سؤالا وأجابتني سؤالا غريبا وأجابت جوابا أغرب. ذكرتها بأنني تتبعت ندوة صحفية مع بين صحفي طرح فيها صحفي فرنسي سؤالا على مسؤول العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وقال له شهور قبيل غزو العراق، قال له نحن نفهم ونتفهم أنكم تحضرون لضرب العراق، لكن الذي لم نفهمه أنه بلغنا أنكم تحضرون لتقسيم السعودية كذلك إلى دولتين، العراق يدخل في محور الشر مع إيران وكوريا الشمالية مفهوم، لكن السعودية وهي تدور في فلككم كيف؟ فأجاب هذا المسؤول الأمريكي بجملة واحدة بصيغة الانترونيغاسيون، قال اي بوركوا با واي نوت، لماذا؟ لما طرحت هذا الأمر على هذه الباحثة بماذا أجابت؟ قلت أولا صحح معلوماتك، ومصيبتكم العرب والمسلمون أنكم لا تقرؤون. أولا ما يحضر في إطار هذا المخطط وخريطة برنارد لويس هو تقسيم السعودية إلى ثلاثة دول وليس إلى دولتين، دولة في الشرق حيث يتمركز البترول وبخلفية الشيعة في القطيف، ودولة أخرى في الجنوب بالخلفية القبلية مع اليمن، ودولة ثالثة فيها المقدسات الإسلامية مكة والمدينة ستدار على غرار دولة الفاتيكان عند المسيحيين. أما السودان فسيقسم إلى سودانين ثم إلى أربعة. أما يعني هي مشاريع مشروع برنارد لويس طبعاً، ونتذكر أن أوديرنو قبل أسابيع رئيس أركان وهو يغادر إلى التقاعد يقول بأنه الحل الوحيد في العراق الآن وتقسمه إلى ثلاثة دول، وهو الآن عملياً ثلاثة دول للأسف. في محاضرة لكم سابقة دكتور ويحمان قل بعنوان السياسة اللغوية في المغرب قلتم بالحرف بأن لوبية الفساد تستهدف الإسلام وتتهمه بالتطرف والعنف لأنه موحد ويجمع شمل كافة الأعراق والأجناس خصوصا في المغرب، مما أدى ببعض الأشخاص البارزة إلى الدعوة لترجمة القرآن الكريم بالأمازيغية، هذا كلامكم، ومحاولة التفريق بين الشعوب، بينما في حقيقة الأمر هم يستغلون الأمازيغية لتمرير مشروعهم الصهيوني والتطبيع مع الصهيونية، وذلك باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد. هذا أمر خطير جدا، تتهم ناس يعني بأنهم بأن كل دعوتهم هي خدمة لمشروع خارجي، لا يعتبر هذا إغراق في نظرية المؤامرة. للأسف أن هذا هو الواقع. فعاموس يدلين الذي تحدثنا عنه رئيس المخابرات الصهيونية الموساد قال في سياق آخر إن قوة الموساد في أن 80% من الذين يشتغلون في الموساد لا يعرفون أنهم يشتغلون في الموساد. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ذلك أنه تخلق، وهذا هو ما يسمى بنظرية الاحتواء المزدوج لبرنارد لويس، وهذا ما يفسر الحرب العراقية الإيرانية، وهذا ما يفسر الحرب الخليج الثانية، وهذا ما يفسر كل هذه الصراعات، لأنه يتم تسعير يعني من يعني تأجيج الصراع بين قوتين أو أكثر في بلد أو مجتمع من المجتمعات على أسس دينية عرقية طبقية سياسية إلى آخره إثنية، ثم يتم النفخ في هذه التناقضات ويتم دعم هذا الطرف والطرف الآخر، يقتتلان ويتم بيع أسلحة الكارتيلات الحربية في الصناعة الحربية الغربية من جهة، من جهة تانية يتم إضعاف
هذه القوة التي تشكل خطرا علي وعلى مصالحي كاستعمار وكإمبريالية وكصهيونية. إذن يتم تغذية هذه الصراعات ويتم اقتتال الأطراف حتى يضعف بعضهم بعضا كما في سوريا. يعني لا يمكن للمسلحين أن يحسموا ولا يمكن لبشار الأسد أن يسقط ولا يعني حتى تدمر سوريا عن آخرها، ونحن نعيش هذا. يعني يمكننا أن نقول أن القضية الأمازيغية تم تسييسها؟ القضية ذكرت بالنقاش والفكرة التي طرحها عبد الحميد سيح قبل عقود سنة 83. هم وفق خلاصة ذلك الكاتب الصهيوني الذي ذكر بكتابه عبد الحميد سيح، فإنهم يركزون على أن يجعلوا من الأمازيغية بوابة المشرع للاختراق كما فعلوا بالنسبة للأكراد في العراق، الدروز يعني المارونيين النوبة، لأن من يقرأ خريطة بيرنا لويس سيفهم كل ما يحضن لمصر. هذا المشروع تم إزغال يعني من المحيط إلى صحراء سيوة، وهناك أمين الوشاحي يجب أن تروا صورتها مع السيسي وهي تفاوض حول الحقوق الأمازيغيين المصريين إلى آخره. وهذا موضوع يجب أن ننتبه له. قبل أسابيع قبل أيام في المغرب أفرد في جريدة الجريدة الأكثر مقروءية في المغرب صفحتان والغلاف وصورة في الغلاف مخصصة لعميل صهيوني كبير هو فرحات مهني الذي أعلن دولة القبائل داخل الكنيسيت الصهيوني، ومن يكبس على الزر في الشبكة العنكبوتية يرى الرجل يخطب داخل الكنيسيت وإلى جانبه رئيس نائب رئيس الكنيسيت، ويفتخر في حواره مع جريدة في هذه الجريدة التي نتحدث عنها بأنه يتخذ من الكيان الصهيوني نموذج والمثل الأعلى. وأكثر من هذا، وهذا ما سميناه في مقال لنا قبل أيام في دبلوماسيتنا البلهاء لما تحدثنا عن الخبل، خبل الدبلوماسية المغربية وهبل الدبلوماسية الجزائرية، لأنه تم الاعتراف بدولة القبائل من طرف بعثتنا الدبلوماسية في الأمم المتحدة. وهذا فرحات مهني الذي أعلن دولة القبائل داخل الكنيسيت الصهيوني هو الذي رفع علم دولة القبائل أمام مبنى المنتظم الدولي أياما قليلة بعد رفع العلم الفلسطيني حتى يمسح بذلك هذا الحدث الذي بدأ يتفاعل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ثم أقام تجمعا كبيرا في باريس وأمامه العلم، علم دولة القبائل المزعومة، وفي خلفيته علم جمهورية الريف عندنا. هذا هو الذي نستقبله هنا بالبسطيلة وبكعب الغزيل وبالكسكس وآتاك بالنعناع. هذا هو الرجل. يعني فضلا عن دولة القبائل كما تحضر، جمهورية الريف جاهزة الآن بنشيدها وعلمها وخريطتها، يعني لا ينقص الا الشروع في اجراءات اعلان تقرير المصير. وهناك معسكر سري في ليبيا، نحن وثقنا كل هذا، معسكر سري يتم التدريب فيه على السلاح الثقيل. وهناك يعني وثقنا هذا شغلنا كمرصد، نرصد ونوثق. وهناك طابور كبير من سيارات شاحنة دفاعية رباعية الدفع يعني المواصر الكبيرة للأسلحة الثقيلة، ويرفرف عليها كلها علم تموزغا كما يقدمونه هنا. في تقرير المرصد المغربي لمناهضة الطبيعة الأول والذي صدر في 2013، ذكرتم شخصيات وازنة من المغرب، من ضمنها مثلا يعني مستشار، وذكرتم فاعل أمازيغي وهو أحمد عاصيت، وذكرتم ضمن لائحة المطبعين، كيف ذلك؟ ذكرنا أحمد عاصيت ضمن اللائحة لأنه كان يستقبل الصهاينة هنا. ثم هو يستقبل الصهاينة في بيته ولا لا؟ في مطاعم، وفي لأنه يعني يستضيفهم،
يستضيفهم، واحتج على إدراجه قائلا بأنه لم يزر أبدا الكيان الصهيوني، فأجبناه بأنه أدرجنا اسمك ضمن المطبعين لا لأنك زرت، لم نقل أبدا أنك زرت، ولكن لأنك تستقبل. ولما نفى واجهناه بصور وهو في المطعم معهم، فقال هادو مدنيين، وأجابه في ندوة لجريدة أخبار اليوم خصصت لها صفحتين، ندوة كان فيها العبد الضعيف وهو وأسيدونسيون الحبيب بلكوش ومعروف محمود معروف. فلما قال هذا الكلام رد علي أسد من لا يوجد هناك أي مدنيين في الكيان الصهيوني، بل إنهم كلهم رجالا ونساء عسكر لأنهم خاضعين للتجنيد الإجباري كاحتياط لجيش الحرب الصهيوني. ثم قلت له دعنا من المدنيين والمثقفين وهو أمر مدن هو كذلك، لكن ما رأيك في هذه الصورة؟ ورأيته صورته مع عقيد في جيش الحرب الصهيوني، هو غابرييل بانون الذي كان المدير مدير الطيران الحربي بالنيابة سنة 1956 في العدوان الثلاثي، ربما شارك في العدوان الثلاثي، شارك في 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 ضرب مصر في العدوان الثلاثي، وهو الآن مسن وعنده 83 ربما هو الذي عنده الكرونيك في لوكس راديو، هو الكرونيكر في لوكس راديو هنا في المغرب، يقدم نفسه كأنه مدني وصحفي ومستشار ياسر عرفات، لأنه كان فعلا مستشار ياسر عرفات لكن فرضت والرئيس الأمريكي أيضا كان مستشار الرئيس الأمريكي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي، فرضته أوفاق أصله على عرفات واختلس المال الذي أعطي للشعب الفلسطيني بالتنمية وذهب إلى حالي سبيلي. ويجب أن تشاهده وهو على إحدى القنوات الصهيونية يفسر ما معنى أن يكون مستشارا لياسر عرفات وما هي المصلحة الإسرائيلية في أن يكون إلى جانب عرفات، ولكن هنا يقدم نفسه وينطلع الكثيرين من هذه النخبة المستلبة. فيما يخص مشروع جريمة التطبيع، مشروع قانون جريمة التطبيع، أين وصل؟ وهل صدق حدس رئيس الطوائف اليهودية في مراكش بأن هذا المشروع لن يخرج إلى حيز الوجود لأنه لن يمر عبر البرلمان ولن ترضى عنه جهات عليا؟ مع الأسف ربما واكبتم السجال بيني وبينه على الصحافة الوطنية حينها لما كان يتحدث هذا كودوش، لما كان يتحدث عن بصفته يقدم نفسه بصفته رئيس طوائف اليهودية في مراكش والصاويرة، يعني طوائف من يقرأ هذا ولا يعرف المغرب يظن أن هناك ملايين من اليهود منظمين في طوائف مختلفة، والحال أنه عدد اليهود في المغرب كله في كل مدنه وقرى حوالي 3000 يهودي ويتناقصون سنة عن سنة، بمعنى إذا جئنا لنرى باسم من يتحدث كودوش ويؤكد أنه لن يمر هذا المقترح في أقصى الأحوال يمكن تكون بضع عشرات أو حتى يعني أقل اليهود في مراكش وفي الصويرة كم يبلغ عددهم، لكن بغض النظر عن هذا هو لما تقدم 4 تكتلات برلمانية أساسية بمقترح القانون الذي قدمناه لهم ولم يغيروا فيه نقطة ولا فاصلة، يعني تبنوا مقترح قانون المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وقدموه للمناقشة والمصادقة، وهذه سابقة أن فريقين برلمانيين في الحكومة وفريقين في المعارضة قدموا كلهم هذا المقترح اتوافقوا عليه، لكن الغريب أنه إلى حد الآن لم يتم إدراجه في الجدول الأعمال للمناقشة. يبدو أن لأن حينها أجبت كودوش رئيس ما يسمى بالطوائف اليهودية في مراكش، لأنه إذا يعني القناعة أن المغرب بلد ذو سيادة، وإذا قدمت 4 فرق برلمانية مقترح قانون وجئت أنت شخص لا تمثل حتى 100 فرد وتقول لن يمر
من أنت؟ هناك ستطرح الأسئلة حول المؤسسات في المغرب وحول السيادة المغربية، سيادة الوطن. ولكن للأسف أنه لحد الآن يعني نرى أن كدوش فعلا استطاع أن وأصحابه استطاعوا أن يعرقلوا مناقشة مقترح القانون. أستاذ ويحمن، سبق وطلبتم بفتح تحقيق بخصوص الأموال التي تصرف في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأيضا في القناة الأمازيغية، فما مناسبة طلبكم هنا؟ مناسبة طلبنا هي أنه بدأنا نشم رائحة الفساد في هذه المواقع التي يعني ترصد لها أموال في ميزانيات لا نعرف أين صرفت، ويبدو الآن أننا بصدد شكل من أشكال الريع حتى على هذا المستوى لفائدة أشخاص بعينهم. يجب أن يتم افتحاص تدبير هذه الميزانيات حقيقة، لا سيما وأن مقابل كل هذه الأموال الطائلة لا نرى أي شيء بخصوص الاهتمام بالثقافة الأمازيغية والتراث الثقافي الأمازيغي والتاريخ الأمازيغي الأمازيغي يعني الأمازيغي الأصيل، لأنه تاريخ المغرب هو تاريخ إمازيغ الأصالة وتاريخ إمازيغ بمعنى أنه إمازيغ العرب والعرب هم إمازيغ، ولا أحد يقدر الآن أن يقول بأنه أمازيغي تماما أو عربي تماما، اختلطت الأجناس. ثم أنهم مسلمون في نهاية المطاف، مسلمون بمعنى الهوياتي والحضاري والثقافي بالمعنى الأنثروبولوجي وليس يعني بمعنى الشعائر، لأن شاء من شاء وأبى من أبى، لا يمكن لأحد أن يفكر في تغيير في المغرب إلا على أساس هويته ومخزونه الثقافي الذي هو الإسلام أساسا. ومن هنا خطورة هذا، لأنه طرحت السؤال الأول بشأن يعني الأهداف التي تستهدف هذه المشاريع، وهي ثلاثية حقيقة، والقاسم المشترك بين هذه الركائز وهذا البناء ثلاثي الأضلاع في هويتنا، القاسم المشترك هو الوحدة والتوحيد، يتوجهون إلى الإسلام، لأنه لا يمكن أن يمر مخطط تقسيم المنطقة إلى دويلات حتى يسهل التحكم فيها لخدمة مصالح الغرب والنظام الرأسمالي في أعلى مراحله الذي هو الإمبريالية، إلا إذا على أنقاض هذه الأسس الثلاثة التي تقوم عليها هذه الوحدة. أولا الإسلام ليس للشعائر، لأنهم نوع من الإسلام الذي لا علاقة له بالإسلام، يضخون أموالا كثيرة لتشجيعه وهو لا علاقة له بالإسلام. الإسلام لأنه موحد، موحد للأمة وموحد في منطقتنا وموحد للمغرب العربي وموحد للبلد للوطن للمغرب، لذلك فهو مستهدف، وهو مستهدف بهذه القضايا الزائفة التي يتم ترويجها تحت يافطة شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى آخره. من هنا مثلا الحقوق الفردية والدعوة للمثلية الجنسية، بأي معنى المثلية الجنسية هي قضية المغاربة؟ يعني كيف؟ وحق الردة، الدعوة الجماعية للإفطار رمضان، مهرجان القوبة إلى آخره، يعني هذه كلها أمور تستهدف الإسلام الأمازيغي، الدعوة لترجمة القرآن بالأمازيغية، ثم الدعوة لبعث القرآن الأمازيغي الموجود أيام البرغواطيين الذين سادوا في هذه المنطقة حوالي 4 قرون إلى ألح، والكلام يطول حول البرغواطيين والديانة البرغواطية لو سمح المجال لأفضنا فيه، والدعوة لإحياء الدين الشعبي يعني الرجوع للوثنية، هناك أشجار الآن يعاد تقديس أشجار من قبل بعض الشباب المغرر بهم، والدعوة للعودة إلى الإله ياكوش ومحاولة تفسير يعني عدد بحال مراكش، مدينة مراكش هي مدينة الله ياكوش، وعند في مجالسهم الخاصة يعملون على هذا الأساس، ثم في النقاشات العمومية لما يلاحظون أن
هناك يعني لن يمر خطابهم يقول بأنه يكوش هو اسم الإله باللغة الأمازيغية، فكما يسموه الإنجليز جود ويسموه الفرنسيون ديو وتسموه العرب الله، نحن نسميه يكوش. ولكن في لقاءاتهم الخاصة وتخطيطاتهم في إطار هذا المشروع الذي تحدثنا عنه، فيكوش هو الإله. يعني لكم طلعتم على وثائق يعني توثق باسم يكوش إلى آخره. ثم العروبة لأنها موحدة، ولذلك نشهد هذا الهجوم على اللغة العربية، ماشي عيوش العيوشية أو المختارية، العيوشية الذي دعا إلى التدريج والتلهيج لم يدعو إلى ذلك كوجهة نظر فرنكوفوني مستلب مثقف فرنكوفوني، لا أبدا. أخطر ما يواجهه المغرب هو العيوشية، وللأسف يناقش على أنه مشكل اجتهاد فرنكوفوني بئيس. لا، ما يقوم به عيوش بدعوة هذه، وابنه في ما يسمى بإبداعاته، ولكن هو دعوته للتدريج ماذا تعني؟ لذلك دعوت في إحدى المقابلات التلفزيونية بمعاملته كمجرم حرب. ما معنى أن تعتمد الدارجة أو اللهجة المغربية في التدريس؟ ما معنى؟ معناه أنه سيطلع جيل ثم يتلوه أجيال لا علاقة لهم بهويتهم الحضارية. كيف؟ لما يطلع جيل درس بالدارجة، هل هناك قرآن مكتوب بالدارجة؟ هل هناك تفسير كتب تفسير بالدارجة؟ لا. هل هناك دواوين شعر بالدارجة؟ هل هناك محمود درويش بالدارجة؟ هل هناك امرؤ القيس بالدارجة؟ هل هناك أبو العتاهية مكتوب بالدارجة؟ هل هناك الطب؟ هل هناك ابن رشد بالدارجة؟ هل هناك يعني الغزالي بالدارجة؟ ما معنى أنه يطلع جيل ثم تتلوه أجيال محيي الذاكرة درس؟ يعني انفصلوا نهائيا عن ميراثهم الحضاري وأصبحوا مرتبطين كما يريد وزير التربية الوطنية البائس الآن أن يربطهم بفرنسا، يدرجهم عيوش ويفرنسهم بالمختار. دعني أكون معك صريحا دكتور ويحمان، نحن دائما نتعامل مع ردود الأفعال، يعني هم يخلقون الفعل ونحن نكون صدى لتصرفاتهم. أين هي المشاريع المؤسساتية المقاومة للمشروع الأمازيغي؟ أين هم الأمازيغيون المتمسكون بهويتهم المغربية؟ أين هي جمعياتهم؟ أين هي مؤلفاتهم؟ أين هي خرجاتهم الإعلامية؟ في هذا الصدد حاولنا أن نجيب كرسالة حقيقة، فأسسنا رابطة أمازيغ من أجل فلسطين، وهذا ليس اعتباطا، من أجل فلسطين، من أجل فلسطين بمعنى أن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم كلهم هي فلسطين. نحن نعرف أنه لا تريدنا شيئا في الأمازيغية ولا في الثقافة الأمازيغية، وإنما تلبسون هذا الغطاء الأمازيغي لمشروعكم الصهيو أمريكي التخريبي لمنطقتنا. ولذلك عملنا ردا على إتاحة البوق الصهيوني الذي تحدثنا عنه القناة الثانية دوزام على تخصيص حوالي 87 دقيقة لفيلم هو عبارة كله عن بروباغاندا الدعاية الصهيونية تنغير جيروزاليم لصاحبه المدعو كمال هاشكار. ففي نفس مدينة وهي مدينة الأحرار، مدينة زيد أحمد البطل العظيم الذي قاد حرب العصابات في تلك المنطقة، منطقة القائد السوبسلام الذي قاد معركة بوغافر ملاحم بوغافر، معركة بدو، منطقة معركة بدو التي قادها القائد العظيم علي الطرمون، والقبائل قبائل أيت يافلمان من أيت حديدو وأيت مرغاد وأيت يزدق وأيت يحيى وأيت صغروشن وعرب الصباح سفالات وعرب الصباح زيز والكونفدرالية القبلية لأيت عطا. هؤلاء المقاومون الذين صنعوا الملاحم الوطنية يريدون أن يمسحوا هذا التاريخ بصهيانة الأمازيغية. الأمازيغ هم الذين تحدثنا عنهم، الرموز الأمازيغية محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي
كان رمزا للأممية لحرب العصابات التي استشهد به ماو تي تونغ وهوشيمين. الإمازيغن هم المختار السوسي، إمازيغن هم إبراهيم الحلاوي وشيخ العرب أحمد إبراهيم قليز، قائد من أهم قادة المقاومة الذي اغتالته الأجهزة القمعية العاملة هنا بعد مجيء إسير هاريل مؤسس الموساد وبرنامجه والكلام فيه يطول. هؤلاء هم إمازيغن الأحرار، وهؤلاء الذين يدعون الأمازيغية نتحدهم للمناظرة في الثقافة الأمازيغية. هم أميون في الثقافة الأمازيغية، لا يعرفون شيئا في الثقافة الأمازيغية، أميون نتحدهم للمناظرة في الشعر في التاريخ في الأدب الأمازيغي، لا يفقهون شيئا ولو اتسع المجال الزمني للحديث عن مصائب ما يقولون، وهو كله كذب في كذب للشباب المغرر به الأمازيغي. لكانت يعني النتيجة أنه يجب على هؤلاء أن يمنعوا مما يقولون، لأنه كل كذب وتزوير للتاريخ. وبالتالي فهناك أشعار جميلة جدا عميقة جدا للأمازيغ الأحرار في المقاومة في الجمال في الحياة في يعني في الوعظ في الإرشاد في التمسك بالدين في الحفاظ على الهوية في الوعظ والإرشاد والجهاد، يعني أشعار لو اتسع المجلة ذكرناها الآن وقرأناها، لكن للأسف هؤلاء لا يعرفون هؤلاء الشعراء، لا يعرفون هؤلاء المجاهدين، لا يعرفون هؤلاء الأسقية، ورموزهم هم رموز العملاء الاستعمار. مثلا في منطقة الجنوب الشرقي بدل أن يتحدث عن الإمام الشاعر الحسين بن حمو الذي قام بعملية استشهادية سنة 1907، لأنه يؤرخ في تاريخ العلوم العسكرية للكاميكاز في الحرب العالمية الثانية مع اليابانيين، والحال أنه المغاربة عملوا الكاميكاز الذي يعرف بالأمازيغية بعوام يعني العمل الاستشهادي، قاموا به المجاهدون في منطقتنا الحوحمو. طالب الحوحمو قال موالا شعريا جميلا جدا وهو يودع للاستشهاد ويخاطب ابنه الصغير وزوجته وشقيقتيه. هناك مثلا أشعار قيلت عن الاستشهاديين في تنيت يعقوب مع الديوبه الذي قاد الحرب، قاد اللفيف الأجنبي والضباط الفرنسيين ليقتل المجاهدين، الآن الديوبه هو الرمز عندهم. للأسف يعني أستاذ ويحمان، طلب ناشط أمازيغي مؤخرا من الأمم المتحدة بحماية الأقليات في المغرب، الأقلية الأمازيغية بالضبط، ما تعليقكم؟ أولا الأقلية الأمازيغية هذا 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 غبي أولا الذي يقول هذا الكلام، لأن إمازيغن ليسوا أقلية، المغاربة في معظمهم إمازيغن تعربوا وأسلموا يفتخرون بعروبيتهم وبأمازيغيتهم وبالإسلام، اللحمة الإسمنتية المسلحة لهويتهم. أما أن يطالب هذه الأمور هي التي يجب أن يستيقظ لها المغاربة، لأنها وإن كانت يعني تافهة في أعين لكن يصنع بها الاستعمار، إن هذا ليس لا معنى له لا قيمة له في ذاته، ولكن كأدوات للمستعمر ليفرض. من هو أحمد شلبي الذي مات مؤخرا؟ رجلا تافها في العراق كذلك، لكن تمكنوا من أن يدمروا به دولة قوية كالعراق في البداية، وبالتالي بمثل هؤلاء دمر المشرق ويحضر لتدمير المغرب. وأن يطالب، لقد مكن هذا الشخص الذي تتحدث عنه، مكن المبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة من مذكرة يطلب فيها باسم الأمازيغ، وكأن الأمازيغ اجتمعوا وكلفوه أن يتحدث باسمهم، يطلب من الأمم المتحدة أن تتدخل في المغرب تحت البند السابع، أي باستعمال القوة المسلحة لحماية أمازيغ. والغريب أنه الدولة والأجهزة السيادية أينها؟ الاستقواء واضح بالأجنبي، مش غير الاستقواء للأجنبي، يعني خدمة الأجنبي، وضع النفس رهن إشارة الأجنبي ومشروعه.
والا فمن يمثل، من يمثل عيوش، من يمثل يتحدث الان وكانه البرلمان ويقرر ما يعجز البرلمان من تقريره. هذا هو هذه هي المصيبه في المغرب. دكتور ويحمن، نود في ختام هذا الحوار الشيق الذي وددنا لو لم ينتهي ان نسالكم عن ثلاث اسماء. ثلاثه اسماء. نعم. الاسم الاول ادريس اليزامي. ادريس اليزامي عميل من عملاء الصهيونيه في بلادنا، ويمكن من ترأس مؤسستين دستوريتين، وهذه هي المصيبة التي تكشف المنطق المقلوب في هذه البلاد. جابرييل بانون. جابرييل بانون يعني ارتكب إجرامه في شبابه وجاء في المشرق وجاء يتمه هنا في المغرب، وكان عقيدا في جيش الحرب الصهيوني ونائبا لمدير الطيران الحربي الذي أغار في العدوان الثلاثي على بلاد الكنانة مصر. عبد الإله بن كيران. عبد الإله بن كيران صديقي الذي أختلف معه سياسيا يكاد 180 درجة. متابعه يا برايس، لا يسعني في ختام هذا الحوار إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور أحمد ويحمان، وإلى فرصة أخرى بحول الله تعالى.